صباح الخير. الحين النهارده نتكلم في موضوع انا كان بقالي اسبوع عايز اتكلم فيه، ولكن كنا عايزين نخلص الاول في الكلام على دواء السكر الجديد، وهو الكلام على متحور كورونا الجديد وكلام منظمة الصحة العالمية عنه. وقبل ما نتكلم عن هذا الموضوع، احنا مش عايزين الناس تخاف، لانه لم يسجل الى الان حالات في مصر على حسب اخر المعلومات. والحاجة الثانية، منظمة الصحة العالمية هي قالت ان هذا المتحور هو سريع الانتشار ولكنه اقل قوة عن المتحور القديم، ولكن احنا اللي علينا ان احنا نبتدي نحترس. لو في اماكن تجمعات وانا مش مضطر ادخل في هذه التجمعات ما ادخلش، لو انا مضطر ادخل نبتدي نرجع تاني لاستخدام الكمامة، وبالاخص بالكمامة اللي هي الاسلك ودي الكمامة الرباط. وهذا النوع من الكمامات ممكن احنا نبقى نرجع لانواع الكمامات ولانواع الطرق الاحترازية اللي كنا ذكرناها في فيديوهات قبل كده، ولان الكمامة الجراحية دي هي احسنهم وارخصهم وبتدي حماية ممكن توصل لحوالي 85%، مفيش حاجة بتدي 100%، وهي اللي احنا ممكن نبتدي نلبسها لو انا رايح مكان فيه ازدحام. المانع ان انا ابتدي البسها، انا عن نفسي من ساعة الكورونا في الدورة الاولانية بتاعتها خالص انا ما زلت بلبس الكمامة لحد النهاردة، وده بيصير احيانا الاستغراب من بعض الناس، ولكن الحقيقة احنا بنتعرض لمرضى كتير اللي بيعطس واللي بينف واللي بيتكلم بصوت عالي بيطلع رذاذ من بقه. احنا برضو لابد من احنا هنلبس الكمامة في التجمعات لو في حاجات مشكوك في ان حد عطس عليها او تلمس معاها كتير. انا بعد كده بغسل ايدي بالمية والصابون، استخدم الكحول، كل الحاجات الاحترازية اللي هي القديمة. وهنحط في الاعتبار ان احنا داخلين على شتاء، داخلين على موسم مدارس وجامعات، فرص التجمعات هتبقى اكتر، واحنا نتعشى من ربنا ان احنا لا نتعرض للي تعرضنا له قبل كده. احنا كنا بنجري ندور على اسطوانة اكسجين، نجري على التنفس الصناعي، مبقاش في اماكن تبتدي الحاجات تنقل تطبيق. احنا من البداية نحترس، والحاجة البسيطة اللي ممكن نعملها ابسط شيء واول شيء نعمله استخدام الكمامة. في الحقيقة انه التحور الجديد هنتكلم عليه حسب المقالة دي منشورة في السكاي نيوز في 10 أغسطس 2023. الحقيقة هي منشورة من وقت قريب، السكاي نيوز العربية أبو ظبي. حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن مدى خطورة المتحور الفرعي الجديد لكوفيد 19 والذي يعرف بـ EG5، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا. وبيأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيروس كورونا الانتشار عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 1,000,000 حالة إصابة جديدة وأكثر من 3,100 حالة وفاة خلال 28 يوم الماضية في برا مصر. ومع ظهور المتحور الجديد لكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، شهدت بعض المناطق زيادة في حالات دخول المستشفيات خلال العطلة الصيفية. وإحنا بنذكر كنوع من التذكير للعالم، من جانبه حد استشاري الأوبئة بمنطقة منظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز العربية عدد من المعلومات المرتبطة بالمتحور الجديد، قائلا ظهرت سلالة جديدة من فيروس كوفيد 19. في تذكير بأن الفيروس ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم ويؤثر بشكل غير متكافئ على السكان الأكثر ضعفا. تطلق على هذه السلالة EG5 وهي نسل لسلالة الميكرون. قامت منظمة الصحة العالمية بإضافة متحور EG5 إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا والتي يتم مراقبتها في 19 يوليو. وأوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن السلالة الناشئة أكثر قوة من السلالات السابقة، فضلا عن كون خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرا عن السلالات السابقة. وقال الكولي أن الأعراض الشائعة عند البالغين لهذا المتحول تشمل حمى، التهاب في الحلق، سيلان في الأنف والسعال، ألم الجسم والعضلات، التعب والإسهال. فيها شبه لحد كبير من دور الإنفلونزا، ويمكن ملاحظة أعراض نتيجة ضيق التنفس وتشبع الأكسجين المنخفض وضيق التنفس التنفسي لدى المرضى اللي يعانوا من مرض شديد. وأشار أنه طبقا للمعلومات المتاحة وحيث أن اللقاحات ثبتت فعاليتها في الحماية من
السلاله اوميكرون، فمن المتوقع ان تقدم اللقاحات درجه عاليه من الحمايه من المتغير الفرعي الجديد. ومن جهتهم اشار خبراء الصحه انه لا يزال يتعين تشجيع اللقاحات وكذلك الممارسات الاجتماعيه الامنه مثل ارتداء اقنعه الوجه والحفاظ على تهويه الغرف، وزي ما قلنا استخدام الكحول وان احنا نغسل ايدينا ونطهرها ونلبس الكمامه. واحنا نسينا نقول كمان ان احنا لما نيجي نعطس لابد ان احنا نحط ايدنا كده، لو احنا ما لحقناش ان احنا نبعد عن الناس اللي جنبينا او بنحط منديل اثناء العطس. النقطه دي مهمه جدا لان العطس ده من الحاجات الاساسيه جدا اللي ممكن تنقل هذا الفيروس. وصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيلد الاي جي فايزر انه اكثر تنافسيه مقارنه مع نظرائه، وقال انه قادر بشكل افضل على مواجهه الاجسام المضاده المنتجه عن طريق اللقاحات، لكنه اضاف ان الاختلاف هو قليل المقارنه مع المتغيرات السابقه. كده احنا اخذنا فكره بسيطه وسريعه عن المتغير والمتحور الجديد من الكورونا، وعلينا باجراء الحاجات الاحترازيه اللي احنا كنا بنعملها قبل كده. ولو حبينا نشوفها بالتفصيل ممكن نرجع لها في الفيديوهات السابقه، وممكن نرجع لانواع الكمامات، ولكن احنا قلنا ملخص ان احنا هنستخدم الكمامه الجراحيه وهي موجوده في الصيدليات وموجوده في اماكن الجمله للاكسسوارات، وهي رخيصه وبتدي حمايه بدرجه عاليه. محمد الله مصر والعالم وعد هذه الامور على خير. مع السلامه.